أنا السيد أثير الناجي من العراق محافظة بغداد، أنا متضامن مع السيد كمال الحيدري لرفع الحظر عنه. نعم لحرية الرأي والتعبير، كلا لسياسة تكميم الأفواه، فإن الفكر إنما يواجه بالفكر لا بالمنع وتكميم الأفواه. اللهم فرج عن عبدك الصابر السيد كمال الحيدري. كلكم تجلسون أمامه وتجلسون عنده وتطلبون العلم عند السيد كمال باقر الحيدري، والآن تقول لي المدعو كمال الحيدري؟ صار المدعو؟ يا أخي روح، لو كنت صادقا اذهب إلى السيد كمال الحيدري في منزله، تكلم مع السيد كمال باقر الحيدري في منزله، تحاور معه، حط الكاميرات وتتكلم معه كلاما علميا. يا أخي وجه رسالة، تنصح رسالة جميلة إسلامية، تنصح السيد إذا كان مخطئا، والله أخطأت يا سيد كمال، سامحنا سماحة السيد، أنت ما جئت به ليس صحيحا هذا الكلام. أما اليوم تنال من السيد وتسمح لفلان يتطاول عليه وفلان، والبعض يعني حتى مكاتب السيد في بعض الدول الإسلامية تمنع كتبه من المعارض وتكسر يعني حتى مكاتبه. يعني شنو هالأسلوب الصبياني هذا؟ عصابة ولا بلد؟ هذا أسلوب صبياني، اسلوب ما ينم عن عقل. البعض يقول لا هذا مش قرار سياسي، هذا فردي. لا لا، قرار سياسي. السيد موقوف بقرار سياسيا ما يبي يحرج. وانا اتصور ان السيد، انا ادري كلامي قاسي الان، انا بالمناسبه انا لست محسوبا على طرف من الاطراف ولا ارضي الا الله تبارك وتعالى، وانا اقول الحق والله لو على رقبتي، انا ما اخشى بالله لو متلام، ونصحت وتكلمت بالخفاء وفي العلن والكل يعرف مواقفي، وأنا ما عندي عداء مع أحد، لا مع دولة بعينها ولا مع شخصية إسلامية ولا غير إسلامية. أنا محب للجميع دون استثناء، وأنصح أقول كلمة الحق، واللي يسمع يسمع، اللي ما يسمع يا أخي عزيز وغالي. لكن حرام رجل بهذا الثقل قدم من عمره وقته، يعني على حساب أسرته وعلى حساب منزله وعلى حساب صحته، قدم الكثير من هذه الكتب الجميلة. اليوم تقول يعني أنا أخشى، ما أخشى ولا ما ابي اقولها، يعني الكلمة صعبة راح تكون صعبة ما راح اقولها، لكن هذا الرجل اللي بتراثه العلمي عندما نقدم نحط على الميزان ونحط 4-5 مراجع باسمائهم ما انتجوا للعالم الاسلامي، والله لرجحت كفة السيد كمال الحيدري، وتعرفون هذا شيء جيدا، وهذا السبب الرئيسي ترى اللي خلاهم اليوم يحاربون السيد. ربما حتى عندما انتقد سياسيا هو رجل عبر عن وجهة نظره. الان ليش يضيق صدركم من رجل يقول كلمة؟ يا اخي عبر عن وجهة نظره السياسية، عبر عن وجهة نظر العلمية، هو رجل مرجعية في هذا الزمان. سيد، لما تقرأ السيد كمال الحيدري وقراءته وتنوعاته العلمية من بدايته عند لسوقه بالسيد محمد باقر الصدر، مرورا بنضج الحوزوي ودروس العلمية والفقهية والكلامية، يا أخي ماتعة جميلة سلسة. أنا مش قد أسوق للسيد كمال الحيدري، بس أنا مؤمن، يعني اليوم كثير من العلماء مراجع، مرجع عند ألقاب الدنيا ما له تسجيل واحد، مرجع يا أخي خلي يطلع للناس، وين دروسه؟ وين علمه؟ وين نتاج العلمي؟ لا عنده رسالة علمية، جميل، وين باقي كتبه؟ عنده فتاوى، ما أبي الفتاوى، أبي أسمع دروسه، أبي أسمع صوته، أبي أسمع كلامه، أبي أسمع اليوم منطقه، أبي أشوف اليوم علاقته بالجماهير، هذا الجماهير كله